مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بلي سي ان. اليوم الحالة الصحية لنور شيبة الفنان الشعبي اللي تحبه الناس الكل، الحالة متاعه حرجة نوعا ما وتم نقله إلى المستشفى من السجن. اي نعم، من السجن. كما تعرف الفترة الأخيرة تم القبض على مروج المخدرات وتم العثور على رقم نور شيبة في هاتف الشخص ذي، على ذيك تم القبض على نور شيبة. هكاية الأخبار دولت الناس كلها في بالها كما هكا الحكاية، لكن اليوم نور شيبة موقف، الأسباب غير معروفة. نورمالمون معناها يبقى في حالة سراح حتى اللي تثبت عليه تهم صحيحة وبعد يتوقف حاصل، وهو التو مازال موقف. خرج اليوم منير بن صالحة في تصريح لموزايك وقال أنه تم يوم السبت الماضي نقل منوبي من السجن إيقاف المرنقية إلى المستشفى على جناح السرعة جراء تعكر حالته الصحية. وأضاف بن صالحة أن إدارة السجون المدني بالمرنقية تعهدت لهيئة الدفاع بتوفير الدواء اللازم لمنوبي اللي هو نور شيبة. كما كنت تسمع هذا اليوم شنو اللي صار بالضبط نور شيبة الفنان الشعبي اللي تحبه الناس كل، ما تنسوش تعطوني رايكم على الكلام اللي كنت تسمع فيه. زعما نور شيبة يستهلك ولا يروج في مادة المخدرات؟ حسيلوا ما تنسوش تعطوني رايكم. وما علينا نقولوا كان إن شاء الله ربي يشفيه، لكن كان غلط في حق الشعب ولا روج المخدرات يتعاقب بالقانون. أما اللهم لا شماتة ما نتشمتوش فيه وفي صحته، إن شاء الله يقوم ويرجع لباس، وكانوا معناها غالي يتحاكم بالقانون. ومعنا ما نقول أكثر من هكا، وهكا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.